أبان تقرير الطب الشرعي في قضية السائحتين الدنماركية لويزا والنرويجية أولاند أن الأولى تعرضت لفصل كلي للرأس وقطع أوردتها الدموية وعمودها الفقري وقصبتها الهوائية، إضافة إلى أزيد من 20 جرحا بجسدها. وكشف التقرير ذاته أن الضحية تعرضت لجروح في جبينها وفخذها ورجلها اليمنى ويدها اليسرى وكذا أصابعها وأذنها اليسرى وجروح متفرقة حول عينها اليسرى. وتعرضت السائحة النرويجية وحسب التقرير نفسه لبتر كلي لرأسها وقطع عمودها الفقري وقصبتها الهوائية وكسور بقفصها الصدري وكدمات برئتيها وجروح متفرقة بصدرها وعنقها وذراعها الأيسر. ووصفت هيئة الحكم في هذه القضية مرتكب الفعل الجرمي بالوحوش الآدمية في استنكار لبرودة دمهم وهم يتلقون مطالب الإعدام. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.